الله أكبر الله حاجه كنبغي دائما نشكر الصحافه اللي متواجده معنا في جميع المحافل ديالنا وخاصه في الصيف اللي معروف بالحفلات ديالو والسهرات ديالو باش كنفرحوا الناس وكنتمنوا انهم فعلا يكونوا كيفرحوا معنا وتحنا راه كنفرحوا ملي كيفرحوا هما. كان عندي شرف انني نشارك في المهرجان الصيفي لمدينه طنجه في الدوره ديالو الثانيه واللي ان شاء الله كنتمنى له استمراريه كبيره وكنتمنى نشوفه في الدوره العاشره والعشرين والخير امامي ان شاء الله. كنشكر الجمهور ماشي غير الطنجاوي المغربي كامل اللي جا وحضر معنا اليوم من شتى انحاء المملكه اللي جاوا يدوزوا معنا الصيف. حنا طنجاوه مضيافين وكنبغيو الناس يجيو يعمروا علينا وفرحوا مع بعضياتنا ونشطوا. تفاعل الجمهور صراحة كان مزيان حيت انا بصراحه كنغني الموسيقى التراثيه والموسيقى التراثيه معروفه ماشي كلها فيها ماشي كلها زعما فيها لي غيتم اللي هما ناشطين يعني هكذا وهكذا وكان عندي تخوف لان معروف الجمهور اللي كيكون في المحافل ديال بلانير كيعجبو غير يشطح بزاف وانا حاولت انني نعمل شويه شطح وشويه فن وكنتمنى انهم يكونوا دوزوا معنا وقيته مزونه. ريموند البيضاويه لا غون ديفا واحد السيده اللي انا اكين لها كل الاحترام والتقدير فنانه كبيره بمعنى معنى الكلمه. سبق لي تعاملت معها في مهرجان الصويره وتلاقينا ودائما كتحترم وكتشجع الشباب وخاصة الشباب اللي عنده موهبة واللي كيحافظ على التراث. فأنا كان عندي شرف وفخر أنني نتواجد معها في خشبة واحدة. شوف هو التراث كما كنقول انا الهويه ديالي لان انا بنت المعهد الموسيقي ومن خلاله اكتشفت ماده الطرب الاندلسي وتغرمت كما كيقولوا. يعني التراث المغاربي والمغربي دائما غيكون حاضر وانما انا هاد الساعه هذه كنوجد البوم اللي من كتابتي والحاني اللي كنتمنى ان شاء الله يعجبكم غيكون بواحد النكهه مختلفه شو ديال الروك وداك الشيء بالنسبه للعشاق الروك والموسيقى التراثيه يعني ضروري غتكون لمسه تراثيه في اغاني ديالي كاملين ولكن غيكونوا اغاني جدادين بعيد على لو ريبيرتوار ديال التراث اللي كتعرفوني فيه. فارس احلام قريبا تسمع شي خبر مزيون ادعيوا معايا لان الساعه هذه راكم عارفين التقاوس وداك الشيء ملي كتقول شي حاجه انا يا ديك قضوا حوائجكم بالكتمان والو الكتمان ما كاينش ولفت كنهضر وما كي سيدي ربي زعما ما كيكملش بالخير فكنتمنى ان شاء الله هاد المره يكمل عليا الله بخير ونعيط لكم كاملين تاكلوا فقوصه ديالي شمالي بلا ما ندخلوا في التفاصيل. لا 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 ماشي بهاوي ماشي بهاوي هي شمالي بهاوي صديق ديالي. انا نقول لك علاش بقيت مستمره في هذا اللوك هذا لانني انا بالنسبه للناس اللي متبعيني عارفيني كنت في شعري بعيد بلا قياس الخير عليكم فباقي كنت في شعري وما نقدرش نطول شعري زعما لواحد الحد اللي طولته غيبان داكشي غنرجعوا داك الساعه لي بيغيك وهذا وانا لي بيغيك هما العقده لحياتي فقررت انني نبقى هكذا حتى تيجي بلا تيسير ونبراو دعيو معايا وانا كنسيبورتي كاع البنات والناس كاملين اللي عندهم هذا المشكل ديال هوس ناس في الشعر كتبان شي حاجه اللي سهله بحق مره ماشي سهله. تصفيقات العبير اللي كانت عندها مشاركه رائعه شكرا بمسابقه عرب جوت تالنت الى الشعراء باش